أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: كيف الجمع بين تعوذه صلى الله عليه وسلم من الفقر ودعائه بأن يحيى مسكينا؟ معلوم أن حال المسكين أخف من حال الفقير، فالمسكين يجد لكن قد لا يجد ما يكفيه، في بعض الأحيان يجد شيئا يقيم به صلبه لكن قد لا يجد بعض الأشياء التي يحتاجها، وأما الفقير فهو من لا يجد شيئا. لا شك أن حال الفقير أسوأ من حال المسكين. لا، حتى على العموم الاصطلاح الشرعي الذي رتبت عليه الأحكام أن المسكين من يجد دون كفايته، في آية الزكاة وغيرها، هذا معنى سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن قال علي لي علي هو ابن المديني وشيخه ابن عيينة. نعم. حدثنا سفيان قال قال لابن قال لابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود، فلقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود، وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة، ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني، وشيخه سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. وقد جاء في حديث السنن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات. ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. والحديث ظاهر من الترجمة في كم يقرأ القرآن،
من الأي من الوقت، هذا ظاهر الترجمة، أنه كم يقرأ القرآن من الزمن، هل يقرأ في يوم، هل يقرأ في أسبوع، هل يقرأ في شهر، وليس المراد المقدار من القرآن، في كم يقرأ من القرآن، لو قال لو أراد هذا. لكن البخاري رحمه الله لما جاء بكلام ابن شبرمة، وهو الذي عنون بهذا العنوان، لا شك أنه يريد المقدار الذي يقرأ من القرآن، لأنه هو اللي يفسر ما ترجم به. لكن كأن العبارة غير مناسبة للترابط بين ما ترجم به وما ترجم له، ولذا قال الحافظ ابن كثير: ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر والله أعلم. الحافظ ابن حجر رد على ابن كثير رحم الله الجميع، قال: وقد خفيت، يقول وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير، والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود، والجامع بينهما أن كل من الآية والحديث يدل على الاكتفاء، بخلاف ما قال ابن شبرمة. محمد رشيد رضا يقول: يريد البخاري أن آية المزمل ترد على ابن شبرمة في قوله: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات، يعني في الصلاة أو في قيام الليل. وكذا حديث أبي مسعود المرفوع الصريح في الاكتفاء بآيتين، وهما آخر سورة البقرة. على كل حال، بينهما شيء من التلازم. فقراءة ما تيسر في الليلة، سواء كان ب3 آيات أو بآخر سورة البقرة، ما تيسر معناه أنه يحتاج إلى وقت قصير، هذا ما تيسر بالنسبة لمن لا تعلو همته إلى أكثر من ذلك، يعني هذا أقل قدر، هذا ما أقل ما يتيسر، ومن ازداد فله أجر بحيث لا يشق على نفسه. فبعض الناس يتيسر له أن يقرأ البقرة كاملة في ليلة، وبعض الناس يتيسر له أن يقرأ بها وبآل عمران، وقد يضيف إليها النساء، يتيسر له ذلك ولا يشق عليه، فهو مأمور بما تيسر له، لا شك أنه أعظم أجرا من جهات: أولا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذا في ركعة، الأمر الثاني أنه أكثر حروف، يعني 5 أجزاء فيها 500,000 حسنة، والذي يشق عليه يقلل فيقرأ جزء أو أقل من ذلك إلى أن يصل الحد اللي هو الآيتان من سورة البقرة أو 3 آيات. يريد البخاري أن آية المزمل ترد على ابن شبرمة في قوله: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات، يعني في الصلاة أو في قيام الليل، لأن ما جاء في حديث مسعود من قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة أقل من مما قرره ابن شبرمة، أقل من حيث أنهما آيتان وما قرره ابن شبرمة 3. لكن إذا نظرنا إلى المقدار وجدناها 3 آيات، وقد تزيد على 3 آيات من بعض ما جاء في القرآن، يعني أيهما أكثر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التي هي آخر آية، آية واحدة من سورة البقرة، أو سورة الكوثر مثلا، أو سورة قل هو الله أحد. فمسألة قراءة ما تيسر، وإن كان في كم يقرأ القرآن أو في كم يقرأ القرآن، الظاهر من الترجمة أنه يريد الوقت والزمان، هل يقرأه في يوم، هل يقرأه في 3، هل يقرأه في 7، هذا الظاهر من الترجمة.
لكن لعل العبارة يعني حصل فيها شيء من في كم يقرأ القرآن أو من القرآن مثلا، كم يقرأ من القرآن، فيناسب ما قاله ابن شبرمة وما جاء في حديث أبي مسعود، لكن اللي يظهر أنه يريد الوقت الذي يقرأ فيه القرآن على ما سيأتي في كلام من كثير. نعم. والحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به، إلقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني في الأسبوع، فالأسبوع يسمى سبت ويسمى أسبوع ويسمى جمعة. نعم. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى. فإذا عرضه بالنهار وقرأه بالليل كأنه قرأ الضعف، كأنه قرأ الضعف، يعني بدل من يقرأ السبع أربعة أجزاء أو أربعة ونصف بالنهار ثم يقرأ ثانية بالليل، كأنه قرأ تسعة. نعم. فيوافق ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه ويقرأه في ثلاث. نعم. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، وقد رواه في الصوم. والنسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة، تقدم ذكرهما مرارا، وأن بندار شيخ البخاري محمد بن بشار، وشيخه غندر محمد بن جعفر، عن شعبة ابن الحجاج. نعم. عن شعبة عن مغيرة. والنسائي من حديث حصين كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع. وهكذا الحديث، قال: ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، لكن جاء ما يدل على الرخصة فيما دون ذلك على ما سيأتي. نعم. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن صعصعة
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في كل 15. قال: إني أجد أقوى من ذلك. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة، يعني كل أسبوع أقرأ القرآن في سبع، ليتفق مع ما تقدم. نعم. والمحشيش قال طبعات الأخرى سلام عمر ولد الشيخ كلهم عمر. عندك جارك ابن أبي؟ نعم. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة رجل من أهل الكوفة قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب: سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 8، وكان تميم الداري يختمه في كل 7. وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7. قال: كان الأسود، ها؟ انت، وكان تميم يختمه في كل 7. وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن. مبتدا، ها؟ في اللي بعدها السطر اللي حضره، يعني ساقط عندي شيء. ساقط من ألف، كان يقرأ القرآن في كل 7. طيب أعد. وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل 6. ماشي. يعني عندكم السند عندكم غيره؟ اي نعم، قال: كان أبي بن كعب يخدم، لكن سقط السند هنا، بس السند ساقط. عندك انت السند كذا؟ ايش الطبعه اللي معك؟ ها؟ نعم. وكان علقمة يختمه في كل 5، فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في 3. قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي. وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته. فإن حسن بن موسى الأشيب
ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة وابن لهيعة. إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه، وقد صرح هاهنا بالسماع، وهو من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه، وشيخه حبان بن واسع بن حبان، وأبوه كلاهما من رجال مسلم، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم والله أعلم. وقد لا يضير أن لا يخرج له أحد ما دام ثبتت صحبته، ما يضيره يكون مقل، والصحابي لا يضر هذا، فهو ثقة وإن لم يعرف أو لم يروي عنه إلا واحد أو لم يخرج له في الكتب المشهورة، لكن ما دام ثبتت صحبته فهو ثقة. ويبقى أن الإسناد فيه باللهيعة، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، ومنهم من وثقه، والحديث من روايته عن حبان بن واسع، يعني لو كانت روايته عن العباد إلا كانت أقوى كما قرره أهل العلم. نعم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. حديث آخر قال أبو عبيد: حدثنا يزيد. يظهر والله أعلم أن المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع، والتأكيد على ذلك أنه من باب الرأفة والشفقة على الأمة، ومن باب التوازن والأمور في الأمور، والضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، لأن الإنسان إذا استغرق وقته في كتاب الله جل وعلا لا شك أنه على خير، ويمكن أن يقرأ كل يوم، لكن قد يعوقه ذلك عن تحصيل بعض الفضائل الأخرى. فالتوازن مطلوب، وتنوع العبادات من مقاصد الشرع، فالذي لا يعوقه ذلك عن شيء قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، الله المستعان. وعمل به جمع من سلف هذه الأمة وأئمتها، ختموا في كل يوم، بعضهم في كل ليلة، أو بعضهم في ثلاث، إلى غير ذلك مما سيأتي له أمثلة. نعم. البخاري ما أذكر. نعم. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، هذا آخر ما قال. ومثل هذا، مثل عبد الله بن عمرو، إذا جاء الشخص متحمس ويخشى أن يشق على نفسه، وليس عنده من التراخي والتفريط ما يؤثر عليه القول بالتخفيف، مثل هذا خفف عنه علّه أن يصل إلى الحد المشروع. وإلا لو ما قال أقرأ كل يوم، لو قيل له لا أقرأ في يومين، رجع إلى يوم، لأن نفسه تنازعه على ذلك، تنازعه على الخير. لكن لو شفت الكوعد المفرط ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، وش تقول له؟ تبي تقول له السلف ختموا كل ليلة، وأنت هذا تشوف؟ لا تأتي إلى شخص ديدنه القرآن تقول السلف ختموا كل ليلة، ثم يشتغل بما يعوقه عن بعض الواجبات. مسألة علاج، المنصرف له علاج، والمقبل له علاج، وهكذا جاءت النصوص في علاج الأفراد والجماعات. فالمفرط يعالج بأحاديث وأخبار الوعيد، نصوص الوعيد، والمتشدد الذي يخشى عليه من الزيادة على ما شرع الله يعالج بنصوص الوحد، وهكذا. نعم. حديث آخر قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه لعندنا لا تفقه في قراءة في أقل من ثلاث،
وش عندك لا يفقه؟ هذا معروف في السنن، معروف هذا بالسنن. عندنا لا تفقه في قراءة في أقل من ثلاث، على كل حال المعنى واحد. نعم. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به، وقال الترمذي وحسن صحيح. حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سلمان قال حدثتنا عمرة. عرف عندنا صندوق. لا قبل إيش؟ الآن عند العرف. نعم. حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سلمان قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، فإن الطيب بن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم، وقد كره غير واحد من السلف. عندك أنت شيء؟ نعم سليمان. سم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. صحيح. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج عن شعبة كأنه يقرأ شعر الرجز، ومعروف أن بحر الرجز يتطلب سرعة. نعم. عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. إسناد صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأ القرآن. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل نعم مرفوعة إلى الفصل ما في كثير أربعة أسطر. لا إلى الفصل، الفصل أربعة أسطر. أربعة أسطر تقريبا ثلاثة أشهر. نعم. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا، أنه في بعض الجهات إنما يقرأ في المناسبات في المآتم وفي الأفراح ويتأكل به. والله المستعان. نعم. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. ولهذا قابله بقوله ولا تجهوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. فصل. وقد ترك على كل حال عموما دين الله بين الغالي والجافي، دين الله بين الغالي والجافي. وكم من شخص بالغ واجتهد واستغرق وقته ثم انقطع فكان كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا انقطع،
مثل هذا يأتي في الطلب، بعض الناس لا يفتر من القراءة والحفظ ويكلف نفسه أكثر مما تطيق ثم يترك، ومع ذلك العلم لا يؤخذ براحة الجسم، لا بد أن يتعب الإنسان لكن لا يشق على نفسه. نعم. فصل. وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه. فقال: نعم. قال: قلت لأغلبن الليلة على الحجر، فقمت. فلما قمت إذا أنا برجل، فلما قمت إذا أنا لأغلبن الليلة على الحجر، يعني أزاحمي لأن القمتان. إيش عندك شيء؟ أو لأعلين، يعني لا أرتفع عليه. شو علين؟ إما لأعلين يعني أرتفع عليه، مع أنه كيف يعلو على الحجر؟ ما له معنى علين، معناه يرتفع عليه. لا هو ولا أغلبن، ما هو واضح معناه. شلون يرتفع على الجدار ويقرأ؟ هو الحجر الجدار وش؟ ها؟ يلا فإذا أنا. قال: قلت لأغلبن الليلة على الحجر، فقمت. فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح. ثم قال: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه، حيث يعني المكان وحين الزمان. نعم. حين دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن. وقال أيضا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. رضيت بالله ربا سم. حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت، يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة، طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني،
ثم طاف بالبيت أسبوعاً، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. هذا مير يتردد بين طواف وصلاة. سليم بن عثر في الذي يليه بين قراءة شيء آخر. أسبوعين 7 أشهر، كل 7 يسمى أسبوع، ولا أول أسبوع 7 أيام يسمى أسبوع. نعم. ومن أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله، حدثنا سعيد بن غفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عثر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال فلما مات يقرأ القرآن ثم يجامع يغتسل يعود لقراءة القرآن، يفعل ذلك 3 3. سئلت زوجته لما مات عنه فقالت كان رحمه الله مرضيا لربه مرضيا لأهله رحمه الله جميعا. نعم. قال فلما مات 3 مرات في ليلة في نفس الشيء، ما أدري والله. ها 3 ختمات ويحتاج بعد الراحة. نعم. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا هذا مترجم في كتب الرجال جرح التعديل وغيره من الكتب، وذكروا هذه القصة، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن رواة كثيرين همتهم وعيناتهم القرآن، حتى أن منهم من كان شغله غرس النخل، فلا يكاد يغرس نخله إلا ختم عندها ختمة، ذكر ابن أبي حاتم. نعم. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عثر تابعيا جليلا ثقة نبيلا، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. قاصها، كان قاضيا وقاص. وقاصها. قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر، ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث، حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عثر من خير التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقال روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان، وعن إبراهيم كان يكمل ما قرأه بالنهار وبدأ به في الليلة الماضية، فإذا جاء المغرب قرأ الأجزاء الأخيرة ثم ختم. أما هذا الوقت اللي مقداره ساعة أو ساعة شوي، إذا حسمنا صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الله يصف في ساعة، هل يمكن يقرأ القرآن في ساعة؟ حتى لو أخر لا الثلث، يقولون الثلث أنه لا وقتها أو لا أنا شق على أمتي، يبقى أن ثلث الليل ما شيء لا نتصوره، أما لبعدنا عن كتاب الله أو لأمر آخر الله أعلم. نعم. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زادان
أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا. نعم. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في الليل في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين، وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول. والله راجعنا طبقات طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، نشوف هذا ابن حلال ابن الكاتب الصوفي عندك. طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ما هو موجود؟ الكتاب مطبوع موجود محقق. لا لا لا، ما يقال مثل هذا، وهم يريدون هذه القصص للمبالغة في كثرة التلاوة، ما يمكن. نعم. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف. يعني يصحح هذا الكلام ابن كثير، وقبله النووي في التبيان ذكروا قصة ابن الكاتب هذا وصححوها. نعم. وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله تعالى أعلم. وسبقت الإشارة أنه ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن بعضهم يقرأ بهذه الطريقة ويمتلئ حجره من الدموع. وأن صلينا بعض الشيوخ يقرأ بسرعة لا نستطيعها، ومع ذلك صلاة كلها بكاء. نعم. قال الشيخ أبو زكريا النواوي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. نعم، يعتني بما نفعه متعدي، ولا ينشغل بما نفعه قاصر، ولا يغفل النوع الثاني. النفع القاصر لا بد منه ليستعين به على الأنواع الأخرى. كثرة الصلاة استعانوا بها على أمور الدين والدنيا، استعينوا بالصبر والصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك إنفاق المال، وغير ذلك من أنواع العبادات. لا يشغله هذا عن هذا، ويستعين بهذا على هذا. نعم. وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء
حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، تقدم هذا في الباب في الدرس الماضي، باب حسبك. نعم، قال: حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تدمعان أو تذرفان، وهو أيضا في البخاري قول المقرئ للقارئ حسبك. نعم. من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال أخبرنا سلم، قال وشو فخر به؟ رأى مناسبة، وفي البخاري فجر به، في البخاري فجر به، قوله فجر به كذا للأكثر بالجيم. وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء المعجمة. نعم نعم. حدثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان، قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روي في موضعين آخرين، ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الله. البخاري بدل حدثنا مالك أخبرنا مالك، وهو المناسب لأن مالك لا يحدث، إنما يقرأ عليه. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. ورواه في موضع آخر ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به، وابن ماجة من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به. حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ورواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ومضمون هذه الأحاديث
التحذير من المراءة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كما جاء في الحديث، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه يعني القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج، وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وقد قال في الرواية الأخرى: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح، فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد روايتهم ورد رواياتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. الذي ذكره شيخ الإسلام واختاره ونقله عن جمهور السلف عدم تكفيرهم، قاتلوهم وقتلوهم لكن لم يسبوا لم يغنموا أموالهم ولم يقسموها ولم يسبوا نساءهم ولا ذراريهم، هذا مختاره شيخ الإسلام ونقله عن عامة السلف. أما كونهم من شر الطوائف فلا شك في هذا، وأن ضررهم على الأمة قد يكون أبلغ من ضرر غيرهم لأنهم يقتلونهم. وأما رد روايتهم فالصحيحان وغيرهما من كتب السنة طافحة بالرواية عنهم. نعم. من طريق الليث بن أبي سليم عن زيد بن أرقاط عن أبي أمامة به مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. معروف. الليث بن أبي سليم ضعيف. نعم. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال البخاري رحمه الله: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعم. يكفي حسبك. نشوف. لا ما بعطلون الطلاب. في الحديث الذي مر في حديث الخوارج، وسيأتي البحث في قتال الخوارج كتاب المحاربين، قولها الأحلام أي العقول، وقوله يقولون من خير قول البرية هو من المقلوب، والمراد من قول خير البرية أي من قول الله، وهو المناسب للترجمة. وقوله لا يجاوز حناجرهم، قال الداود يريد أنهم تعلقوا بشيء منه. قلت: إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده، وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يجاوزه لا يصل إلى القلب. وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة: لا يجاوز تراقيهم ولا تعيه قلوبهم. لكن في ألفاظ غريبة يمكن شرحها في غير هذا الموضع فلتراجعها. الخوارج يكفرون أهل السنة، هل يكفي ذلك تكفيرهم؟ ثم قوله فاقتلوهم، هل لأي عام للعامة ولا لولي الأمر؟ لا، ليس للعامة مدخل في تنفيذ أي حد، ولا صارت الدنيا الناس صارت فوضى،
كل يقتل على اجتهاده يكفر ثم يرتب عليه الحكم له، حتى التكفير لأهل العلم، تكفير لأهل العلم وتنفيذ الحكم للسلطان. هذا واقع، هذا واقع في عهد السلف، هذه صفته، يحيون الليل صلاة وقراءة وبكاء ومع ذلك يقتلون المؤمنين ويتركون الكفار. لا بس ما تجد بهذه الصفة، لا يعان على تلاوة القرآن ولا على قيام ليل ولا كذا، ما هي. على كل حال عامة أهل العلم على أنهم الخوارج. نعم. يقرأ بالنهار فإذا كرره بالليل كأنه قرأ سبعين، يعينه على قراءته بالليل. نعم، فيكون بدل ما يختم مرة يختم مرتين بالأسبوع. اللهم صل وسلم على محمد.